وكالة سمارت تقول إن اشتباكات اندلعت بين ميليشيا إيرانية وعناصر من الفيلق الخامس المدعوم من روسيا في حي القاطرجي بحلب، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف الطرفين. إصابة شخص جراء انفجار عبوة ناسفة بسيارة تتبع للجيش الوطني السوري في مدينة البابري في حلب الشرقي. اغتيال المدعو عقلاء سعد الحسن أحد المنضمين للميليشيا الإيرانية برصاص مجهولين في بلدة ناحتة شرق درعا. المحكمة الدستورية العليا في ألمانيا تصدر قرارا بحظر جمعية ألوان التي كانت تجمع تبرعات لمنظمة تابعة لحزب الله. وزير الخارجية الإيراني جواد ظريف يقول إن بلاده ستتخذ خطوة ثالثة لتقليص التزاماتها بالاتفاق النووي. الجيش البريطاني يتدخل في محاولة منه لمنع انهيار السد في وسط إنجلترا بعد انهيار جزء منه، والسلطات تجلي نحو 6000 شخص من بلدة مجاورة تحسبا لانهيار السد. دراسة طبية جديدة تقول إن تناول مواد غذائية غنية بفيتامين A يخفض بدرجة كبيرة خطر الإصابة بأخطر أنواع سرطان الجلد والذي يسمى بسرطان الخلايا الظهارية.